بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome again and continues with the chapter 2 block diagram reduction technique and signal flow graphs من مقرر التحكم الآلي automatic control. كنا تكلمنا على آليات and rules how to simplify the block diagram to find out one block, and now we will apply this rule on this example 2. السؤال يقول simplify the block diagram shown in the following figure, then obtain the closed loop transfer function C of S over R of S. يعني الهدف هو أنك تجيب C على R. هنا لابد أن تأخذ يعني مهلة من الزمن وتحاول أن تفك يعني المسألة, لأنه المسألة يعني هي مرهونة أو رهنة يعني حركة بسيطة. فعندي يعني عندي سام بلوكس, عندي بيك اوف بوينت, عندي فيدباك, عندي سيريز بلوك الى اخره. لابد ان يكون يعني معك من الوهله الاولى طريقه حل المساله. هنا بكل بساطه يعني عندي بيك اوف بوينت, هذا تو بيك اوف بوينت, يعني عندي هذه السلكين يمكن سحبها اوت, اتحصل على هذا السيستم شيفتنج ذا برانش بوينت بينج ذا بلوك G3 وي جيت. يعني هنا أصبحت المسألة يعني بسيطة, تصبح يعني خطوات بسيطة. G1 تصبح سيريز مع G3, يمكن اختصارها في بلوك واحد A مثلا الذي هو سيصبح يعني G2 تايم G3 مع فيدباك H3, تصبح كالتالي, هذا يعني A تايم B فيدباك مع ال H3. ممكن أن تسميه the block C, يعني C equal to G2 times G3 over 1 plus G2 G3 H3. هذا البلوك C هو فيدباك مع G2 H3, يمكن اختصاره في هذا البلوك. يمكن هذا البلوك أن نسميه the block D. بعدها يصبح البلوك D مع G1 series block, يعني يمكن اختصاره في D times G1. T time D time G1 ستصبح هي فيدباك مع ال H1 over G3. يعني في الأخير وكأنه راح يصبح عندي DG1 هذا direct path, والفيدباك هو H1 over G3, input R and output C. وبالتالي the global transfer function is direct path DG1 over 1 plus DG1 time H1 على G3. إذا عوضنا كل بلوك بقيمته, يعني الD معلوم, السي معلوم, وقبلها الA والB, يصبح بالتالي عندي يعني one block like this, input R, output S. وبالتالي the closed loop transfer function is given by or can be given by C of S over R of S, والتي هي تساوي G1 G2 G3 over 1 plus G2 G3 H3 plus G2 H2 plus G1 G2 H1. شكرا على انتباهكم.